حياكم الله. طيب البعض يستغرب ان اولادي قاسين علي. يا جماعة الخير يا احباب الله، بر ابنائك في الصغر يبروك في الكبر. صحيح يعني الله سبحانه وتعالى عطاكم يعني عظمة ومنزلة عظيمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا أحباب الله، الأبناء اللي محتاجين دعائك، محتاجين مش بس سندويشة الفلافل، محتاجين دعائك، محتاجين نصائحكم، محتاجين الحكمة. والأم أيضا، والأم أيضا، الأم يقول لك الأم مدرسة، الأم جامعة، الأم جامعة كيونيفرسيتي وجامعة القلوب أيضا. فاللي بده أبنائه يبروه، تذكر أنك دائما تنتبه لقلبهم، قلبهم هذا فراجيل. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا رفقا بالقوارير، أنت بس بتفكر القوارير هي زوجتك، بنتك كمان. فلذلك القلب هذا يعني أنت محتاج وأنا محتاج إننا نراعي هذا القلب، نراعي هذا القلب، وإنك تتعامل مع هذا القلب كأنك دكتور نفساني، فورنزيك، يسموه فورنزيك ديلينج. فهذه الفورنزيك ديلينج يعني معاملة دقيقة وحذرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحبابنا وأحبابكم ويقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.